عمالين نتكلم عن ان الفوز بيدي دفعة معنوية، هل الفوز ونشوة الفوز على ترجي ممكن تأثر بالسلب على لعيبة الزمالك في ماتش زي النهارده؟ الزمالك ما عندوش رفاهيه، او ان الزمالك ما عندوش سلسله فوز متواصله عشان نقول ان احنا ممكن نتاثر النهارده. احنا فوزنا في وضع صعب جدا، فوز انقذ جزء او شكل الموسم، وممكن يخلي الموسم بعد كده يتحول الى اتجاه اخر. الزمالك عليه انه يحافظ على هذا الفوز. الزمالك ما عندوش سلسله جيده في الدوري، الزمالك وضعه في الدوري مش جيد، مش ضامن التاهل في دوري الابطال، فممكن ان هو يتراخى. الزمالك فاز على الترجي عشان يحاول انه يحسن من صورته. الاستمراريه هي الاهم، والاستمراريه بتيجي بالفوز، الاستغلال الرهبه من امبي، ودي اهم نقطه. ادخل ان انت الزمالك اللي فايز على الترجي، وامبي بيمر بسلسله هزائم مش في افضل حالاته، ادخل اكد ان انت في نسق تصاعدي، وما تسيبش فرصه للانبي انه يدخل في المباراه. طيب شايف ان ممكن اي حاجه تتغير في الطريقه، ولا بنفس طريقه اللعب بنفس التشكيل هو اللي يبدا بيه فيريرا، ما يغيرش في اي حاجه؟ فيريرا من اول الموسم بيدور وبيغير عشان يوصل لشكل صحيح. ما اعتقدش انه بعد ما وصل لشكل متناسق هيقدر ان هو يغير فيه، هيبدا بالشكل الاساسي، وعلى حسب سير المباراه بعد كده مين هيدخل ومين هيلعب، اللعيبه البعيده، ولا لا قدر الله لو الزمالك في وضع مش جيد هيحاول ان هو يلعب بالاسلحه اللي بيستخدمها على طول في محاوله الفوز. بما انك اتكلمت عن الونش من شويه، شايف الونش يشارك كاساسي ولا يبدا ياخد دقائق في المباراه مثلا في الشوط الثاني؟ لا، الونش يلعب لما يكون الزمالك في وضع جيد، وان يستحمل ان اللاعب في قلب الدفاع اللي هو الخطا عنده بهدف يلعب. ما ينفعش ان انا ابدا بالوينش اساسي، اعرض الزمالك لا قدر الله لاي هدف، هتاثر على نفسيه اللاعب وثقه اللاعب بشكل كبير، خصوصا في المراحل القادمه انت محتاج الوينش في المباريات الاهم. ما ينفعش ان انا اسلم الوينش نفسيا واعمل حاله نفسيه سيئه لو تسبب يعني بمعنى اصح. بالظبط، ما ينفعش ان انا اسلمه الخطا في بدايه المباراه ياثر على نفسيته وثقته في نفسه بعد فتره غياب طويله جدا. طيب شايف انت قلت لي على تركيبه الهجوم، تركيبه بتاعت وسط الملعب، سيف تحتيه او معاه دونجا ومعاه رؤى، شايف الثلاثي ده هو الانسب لقياده نادي الزمالك في اللي جاي؟ شايف التوليفه بتاعت الدفاع نادي الزمالك، شايف انه يفضل في ثبات لتواجد حمزه المسلوسي والناحيه الثانيه فتوح، وقلبين الدفاع حسام عبد المجيد وعبد الغني؟ في الوقت الحالي هم دول اللي رجلهم في الملعب، ولكن احنا محتاجين الونش، ده اللي انا بقوله. الونش لما يرجع اعتقد ان الونش مكانه اكيد اكيد محجوز وثابت. يعني كنتوا لسه من شويه بتتكلموا عن ليفربول، افتقد فان دايك لمده شهر، ولكن اول ما فان دايك رجع من الاصابه بسرعه يورجن كلوب دخله في المباريات بشكل تدريجي ليعود لقياده دفاع ليفربول. احنا عندنا الونش من الافضل في افريقيا، الافضل في مصر، ما ينفعش يكون متاح وخليه على دكه البدلاء. فاعتقد عوده الوينش بجوار حسام عبد المجيد اللي بيقدم موسم قوي جدا وكبير جدا، مع حمزه المثلوثي اكثر لاعبي الزمالك ثباتا على المستوى من اول موسم، وفتوح اللي عاد بشكل كبير الى مستواه، هيكون الدفاع مثالي بوجود محمد صبحي خلفه.